الصحفي للمزيد انضم إلينا من طهران مراسلنا حازم كلاس. حازم، هل لك أن تجمل لنا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي؟ في الواقع ماجد، يمكن القول بأن هذا المؤتمر الصحفي جاء تتويجا للقاءات التي أجراها وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة. التقى ليلة أمس بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم كان هناك جولة مباحثات مطولة وموسعة بين وزيري الخارجية، استمرت ما يقارب 3 ساعات ونيف. وأيضا سيلتقي بعد هذا المؤتمر الصحفي برئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. هذه المواقف التي استمعنا إليها هي تتويج ربما لكل هذه اللقاءات. الآن يمكن الحديث في ضوء هذه التصريحات وفي ضوء المواقف الرسمية الإيرانية والروسية أننا أمام ما يشبه التحالف حقيقة بين روسيا وإيران. وهذا ما قاله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ليلة أمس، قال أن تعزيز التعاون وتعزيز التنسيق والتواصل على كافة المستويات بين المسؤولين الإيرانيين والروس يعني الدخول في مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية. كيف يمكن ترجمة هذه العلاقات الاستراتيجية؟ هذا ما استمعنا إليه بالتفصيل في المؤتمر الصحفي. إذا ما أردت أن أبدأ ربما من العلاقات الثنائية التي تشكل الأرضية لكل هذا التعاون على كافة النطاقات، نتحدث الآن عن اتفاقية استراتيجية قيد التوقيع قريبا في جميع المجالات بين إيران وروسيا مدة 20 عام. عقدين من الزمن سيكون هناك اتفاق استراتيجية شاملة تم دراستها خلال الأشهر الماضية، وقريبا سيتم التوقيع عليها، وتحديدا في الجانب الاقتصادي هناك أهمية أكبر. هذه الاتفاقية وقعت إيران وثيقة مماثلة لها مع الصين على سبيل المثال، مع فنزويلا، وهي تنهج هذا النهج عموما في إطار تعزيز علاقاتها مع دول صديقة وحليفة من أجل التخفيف من وطأة العقوبات. هذه الأرضية استمعنا إلى مزيد من الاتفاقيات في ضوئها، اتفاقية لتبادل المعلومات الأمنية على سبيل المثال، اتفاقية لتبادل المراكز الثقافية، تحضير لرفع تأشيرات الدخول بين البلدين، هذا كله يهيئ الأرضية. الآن ننتقل إلى الملفات المهمة للطرفين. في الملف النووي الإيراني استمعت إيران من سيرجي لافروف ما يطربها تماما، توجيه الاتهام المباشر إلى الإدارة الأمريكية بعرقلة مفاوضات فيينا، بعرقلة إحياء الاتفاق النووي، بوقوف روسيا إلى جانب برنامج إيران النووي وتطويره، هذا البرنامج السلمي كما تقول طهران. بالمقابل أيضا تم الحديث في هذا الجانب من قبل وزير الخارجية الإيرانية عن شكر كبير لروسيا والصين على دعمهما لإيران في المفاوضات النووية في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي كل البرنامج النووي الإيراني. في الملف الأوكراني أيضا استمعت روسيا من إيران ما يطربها تماما، توجيه أصابع الاتهام من قبل طهران بشكل واضح إلى الناتو، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنهما هما السبب في جذور المشكلة وهذه الحرب على أوكرانيا. التوسع شرقا، الرئيس الإيراني ليلة أمس إبراهيم رئيسي قال بوضوح يجب الوقوف في وجه توسع الناتو وتوسع الدول الغربية في الشرق الأوسط، في القفقاز، في آسيا الوسطى، وهي مناطق أمن استراتيجي وأمن قومي بالنسبة لإيران وروسيا. ولكن رغم ذلك إيران كانت حريصة أيضا على أن لا تعطي روسيا يعني دفعة كاملة ودعم كامل في هذا الموضوع. قال حسين أمير عبد الراهيان بأن إيران تقف ضد الحرب، وهي ضد الحروب كخيار للحل، تعتقد بأن الحل الدبلوماسي هو الأفضل ومستعدة لدعم روسيا ودعم أوكرانيا في تيسير المسار الدبلوماسي. بالمقابل أيضا في الملف السوري ربما أو الإسرائيلي، التحركات الإسرائيلية عموما فيما يخص إيران، فيما يخص سوريا، استمعت إيران ما يطربها من سيرجي لافروف، تحرك روسي في الأمم المتحدة فيما يخص التحركات الإسرائيلية الأخيرة تحديدا في سوريا واستهداف مطار دمشق، وهذا
وهذا يسعد الإيرانيين بطبيعة الحال. الحديث طويل جدا، ملفات كثيرة تم مناقشتها والإشارة إليها، المنطقة الخليجية ودعم روسيا للانفتاح والتطبيع بين إيران والدول الخليجية. وفي هذا الإطار يجب أن أشير إلى أن عبد اللهيان اليوم أيضا قال في تصريحات لصحيفة كرواتية بأن الخطوات الأولى لإعادة التبادل التمثيل الدبلوماسي بين إيران والسعودية بدأت بالفعل. تم مناقشة أيضا أفغانستان، اليمن، القفقاز، دول بحر قزوين، الطاقة، كل هذه الملفات كثيرة في الواقع. شكرا لك مراسلنا من طهران حازم.